عزيز قوم. تبت نام روح لا لا تحككني أنا ماني ناقص. عزيز يجيب الريموت يجيب الريموت يلا. وليش أنت ما تجيب ناقصك إيد ريل كاهو الريموت. حبيبي أنا أكبر منك وأفهم منك والكبير دائما هم اللي يخدمون عليه. يجيب الريموت يلا. ما له شغل العمر مو بالعمر يا مو بالكبر. أنا بشنو؟ باللياقة. أي لياقة؟ لياقة أنت لياقتك أحسن من لياقتي أنا ما أقدر أوصل أخذ أنت. لا لا بدي دي. لا لا تسلم علي جيب الريموت الحين فيك شده تسوي هالضحك هذا ما فيك شده تاخذ الريموت يا عزيز جيب الريموت والله ما فيني شده عزيز يا كاهو جيبه يا اخي انت ليه انت رمادي انا عندي حل شنو؟ نلعب تشب وكتب شنو؟ نلعب تشب وكتب انت قاعد تسب ولا قاعد لا هذه لعبه بال 100 فلس وليش مجهز 100 فلس هني؟ عشان المخرج حاطها ها ايه 100 فلس نطقها فوق نشوف منو اللي يطلع يجيب الريموت ايوه ما لي خلق عزيز انت شلونها؟ ماك والله خلاص يعني ال 100 فلس صار ما لها لازمه والله العظيم شلون هنا شو يشترون فيها؟ خلها وين ال 100 قبل كنت تشتري فيها وايد ممكن تشغل نشوف الحلقه؟ مساكم الله بالخير عيالي أنا اليوم وايد فرحان وايد مستانس وايد واو فواكه على الطاولة وفواكه على الكراسي أنا اليوم يا عيالي مجتمع فيكم بتكلم وياكم عن موضوع الفواكه الفواكه حلوة جميلة تعطي باور تعطي صحة تعطي حياة والحياة حلوة هيا حبيبتي بنتي الغالية أنتي تأكدتي يا هيا أنك لما غسلتي الفواكه مسحتيهم بخرجة ولا بكلينكس عن الغبار وعن الشوائب على فكرة ترى نزلوا صج ولا نزلوا شامبو مخصوص حق الفواكه نغسلها صج ولا وبعد السلطة نقعت الخضرة صار لي أسبوعين أنا منقع الخضرة إيه وعليا طالعني وطالعها كل هذا عشان النظافة Thank you هيا Thank you Thank you خالد نعم بابي السؤال لك لوحدك شكرا انت متاكد غسلت الصحون بماي من الفلتر شور بابي ماي من فلتر 2019 حتى علشان اتاكد ان الصحون مغسولين بماي فلتر 100% جبت 3 بروفيسوريه من مغاسل السيارات لما شافوا قالوا واو ديليشس واو واو ماي برادر واو اي ام سو براود اوف يو برادر خالد اليوم انا مسوي لكم مفاجاه واو اليوم انا مسوي لكم خروف مشوي الله غير هالخروف دادي اول مره اشوف خروف يتكلم عربي جوكينج 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 This the family كوميديا فول اوبشن خالي الخروف قبل ما تذبحونه كنتوا تعرفون نفسيته كنتوا تعرفون عنه شيء طبعا اعرف كل شيء عنه بابي على فكرة الخروف كان أكبر إخوانه وكان ما شاء الله لا إله إلا الله عنده أكثر من شهادة بس قال لي أبي طلب واحد شنو كان طلباته؟ عنده طلب واحد وصله ورد بسرعة الطلب الثاني قال أبي أكلم أمه بالتلفون وكلم أمه واتساب يعني الخروف هذا دارس؟ نعم عنده 7 شهايد ما شاء الله يعني إحنا راح نتعشى خروف مشوي مثقف نعم نعم إيه دي كان سو ريلاكس وهابي زين نشوى لأنه ما كان بينهم مشاكل والحمد لله أنه ردوا العلاقة اتطلقوا للأسف علشان شنو؟ علشان في يوم العيد الحب جاب له هدية ثمينة هدية واو بس نسلا حط لها وردة شنو؟ نسيح يطلعها فلوار عم بعيني حسبي الله عليه إن شاء الله زين سوي فيه زين ما سويته مندي هذا مفروض يقطونه حق دب تخيلوا يوم واحدة بالدوام حاطة فول ميك اب بدون حماية نو والنوع الثانية بعد إنه في واحدة اليوم كلت وايد كاوكاو كلت وايد كاوكاو ودشت على المدير ما غسلت حلجها نو هاو
أو كوتشي ما تفرش أسنانها. No. It's a very disgusting. ما بيسمع. Oh my gosh, is that real? هيا speak not good. ما تشوفين ثامر قاعد هني ما يحب هالكلام هذا اللي ما له معنى. كاكاو ما كاكاو مش حلجة ودش عند المدير ما ذي. No. Please. I don't know. Really believe me, I don't know how I tell you. شنو؟ حالتك كيت هذا خلاص سالفك الكاكاو تعال فرش. انت تفرش انت؟ لا شو كلش ما تفرش؟ لا تمضمض بس تمضمض قبل النوم وتمام ولستك اوكي؟ لستي 100% ترى التفريش مو زين. شو مو زين؟ كيفك طلع دم فوق اللثه دم. ايه طلع دم لان اللثه خايسه. ها شجيك يطلع دم يعني اشوف دم عبالي احد معورني اوقف راسي هذا عيلة واحد يضرب فيها مثل هذه بذمتك هذا لبو ويها ويت اتيكيت هذا لا يبا هذا ويها ويت اتيكيت ما يحوس بقراجات ايه بحر الاخو الثاني هذاك ليش كله يطلع بباروكه ما افهم انا ما ادري ليش كل ما اغير قناته القى بويه بباروكه ليش اوكي ما اعرف يا حبيبي الظاهر. ما اسمع متجدد لا حبيبي نفس الباروكه وسكسوكه وين اتيكيت ذوق بالملابس ما عندهم كل واحد لابس لون اي والله إيه؟ لو قلت انت تبي مع الاتيكيت هذا ابو الازرق اللي على جنب الطرفي اي اللي وجهه كله نفس المستوى هذا هو وجهه ما الاتيكيت بس حكي اي حالاته ساكت نفس هذيل ترى وحالة حالة اي والله لو تطيق شوية راسه يتعرك لا بس حلو قتلته حلوة وهذا وش حالاته بين قلبه ابيض قطعته قلبه ابيض شنو بين عليه قلبه ابيض يلا يلا خشوف والله تكفى كمل يا خل غير يا لا خلع تكفى خشوف شوف صدقون الشاور بعد الغداء ضروري تحس انك نشيط ما لك انك ما اكل شيء خالد نعم بابي شوف لا تنسى يا يوبا ترى بكره عندك مقابله عشان الوظيفه بابي كلامك وحكيك بعين الاعتبار بس لا تحاتي الله يسهل الامور ان شاء الله ماي كوكي ماي برادر اذا بغيت تروح المقابله خليك كول كيوت يعني كشخه اتيكيت كشختك بخورك ملابسك قبلتك ابتسامتك عشان يقبلونك من الذرابة إنك تجيب حق الكل شوكولا ويا ريت يكون دارك لأن الحين الناس كلهم عابين بالدارك شوكولات أها ونسيت أقول لك شغلة حاب أذكرك فيها لما أحد يتكلم معاك بي كوايت انطر يخلص كلامه ولما يخلص كلامه اتفضل أنت تكلم يا جماعة شفيكم الله بابي شفيكم لا تحطون الأمور جميلة وأنا دارس أنا ثلاث مرات قريت كتاب الاتيكيت يعني الأمور طيبة بليز خالد بليز ويت هيا كملي thank you my black banana thank you شوف أنا طلبت لك سيرفس هوم يعني صالون داخل البيت عيوني يسوي لك مساج عيوني يسوي لك سيرفس كامل بتشكر مانيكير سشوار كل شيء وإذا تبي بعد يركبوا لك أكريليك سمعوا السالفة يا جماعة عندي في النادي أنا لما رحت كان واحد جاي يتمرن ومستشور شعره وبالتمرين جامبينج وفي الأخير طلع من النادي وهو مو مغسل ويع صح كلامك أنا بصراحة كبدي بغير ينقلب كبدك ينقلبك أي صح شفت شيء منظر مخيف يعني ما أدري شلون واحد من يومين كله أشوفه بالنادي تصدق بليف أو نوت بليف نفس التيشيرت لابس نفس التيشيرت شفت شلون سليب تايم الحين لازم أروح أخذ لي ناب وأنظف بشرتي ولازم نحافظ على نظارتها واو شنو بعد؟ أروح أغسل شعري وأحط لي لوشن بعدين أحط لي بدي لوشن شاطرة أختي وشو نسوي قبل النوم؟ أحط ريلاكس ميوزك صح ريلاكس ميوزك لا تنسين مود الشمراني ها؟ اوكي احلى ريلاكس ميوزك
ولازم أقول حق ميري إنها تحط لي بخور. أيه واو، أهم شيء البخور، تبخرين الدار قبل لا تنامين عشان لما تنامين تستنشقين ريحة بخور حلوة ومميزة. يلا كلنا نقوم ننام. يلا Good night family. بانوي صدقك انت خير يبا خير خير تكفى خشب خلنا نضحك يبا يقصون على انها هذيلة هي اتكيت هيها اتكيت هذه هو يقول لك كتاب الاتكيت انت بحياتك سمعت عن كتاب الاتكيت لا والله اقوى كتاب حياتك سمعته شنو علوم بس ما كنت عديها نهائي هذا ويها وي يقرا كتاب هذا المدرس خصوصي لابس بدلة تلمع هذا ويها وي يقرا كتاب ما عليك من امزل يقرا على الروب متى ينتهي اجبان هذا شنو يقرا على روحه قبل الله ينام يقرا كتاب لا والثاني هذاك اللي شابهني ايوه هذاك اللي يقول بالنادي يا الله انت وينك وين النادي خلى بيضعف يمكن شي يضعف هذا سوى تكميم ما ضعف استدرك تعرف ايه اسمع يقولون يا ابن الحلال استمرت لابس بالطو اصفر لماع وهذا مو حلو لا ايه مو حلو اصفر لماع شكله غالي اي والله والله تعال قعد من النوم حط بخور انا لو حط بخور الحين هنا تستنزل وين الاتيكيت بالموضوع لا قصدهم حط بخور مخر ريحه البيت ايه مو قصدهم حط بخور انا استنزل يعني بذمتك انت الحين انت لما تقعد من النوم تبخر بيتكم انا ما عندي بيت انت بالشارع ابو عشان كذي احنا مو فاهمين الحلقه انا ما اعرف هذا اللي قاعد يقولونه ما اعرف فيه ولا شيء نهائي تبي صدق بغيره ما يضحكون لا خله تكفى خلنا نضحك على ابو قميص اصفار يا هلا ومرحبا يا هلا بالاخضاري هلا فيك عمي هلا والله شلونك شو اخبارك الحمد لله بخير والله صار لي زمان ما جيتكم حياك الله باي وقت يا اخوي الله يحييك انت وينك والله أنا بخير شنو هالكشخة ما شاء الله كأنك شخصية فورتنايت ما يجوز أنت اللي مختفي مالك بينا والله فيني سنة تدري بيتنا ومون عليهم هذا عشان جبت وياك هذا شو أخبارك أنت شلونك والله الحمد لله تمام أقول وينك أنت تأخرت أنا إيه أنا يا زين ما طقيت المطعم هذا جنب بيتكم والله نرفع ضغطي والله طلبت منها شباتي على سمبوسة على عجة طول بالطلب كان أكنسل قلت له هلا يلا أي هني أكل واي 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 أنت شلون تأكل من أكل المطعم اللي ورا بيتنا لا أنا شايفته يطبخ الأكل بدون غلافز يا معودة عادي لا يلبس دس وعلى لو يلبس دلاخ ما أقول له شيء ما أكل وخلص هذا أهم شيء غلافز امبوسيبل انت تدري شفت هذا الدين اللي يطبخون فيه تدري كل كم ويك يبدلونه حبيبي انا بدل كل 5000 زيت وفلتر دين طب مو زي هذا ثانيه نبوي اقول لك بعد ما انا اخذت البيبسي ويت زين وين البيبسي شربته ترى لازم تسمي وتكون قاعد وتشرب سلولي ما تبي أغسل يدي قبل أشرب البيبسي؟ وين قاعدين هو؟ شفيك ترى هذول أهلي؟ يا عمي لحن العقد هذه حدودة أخضاري لو سمحت أخضاري هلا أنت لما تشرب البيبسي ليش ما تشربه بقلاص بلاستيك؟ ليش ما تشربه بقلاص معقم ويكون أنت تعقمه بيدينك؟ عمي ما تبي نطعم قبل لا أشربه؟ صار قاعد الله يصح هذه نظافة عشان تحافظ على صحتك من الميكروبات عمي الله يهديك وايد توسوس ايش تقول يا اخي علي وبوش فيك يا ذبحني كل شوي لا تسوي كذي ليش مسوي كذي داش بيتكم ولا مختبر انا بعدين فل كوميديا الان وين فل كوميديا اخضاري هلا عمي ان شاء الله الحين بيجيبوا لك الاكل الله يعطيك العافيه ضاري انت شلون تشرب البيبسي من القوطي نفسه ترى متروس بكتيريا جو البكتيريا ابطل البيبسي كذي حالي حال الناس اللي عايشين يشربوا البيبسي شلون يعني خليك من البيبسي الحين سمعوا السالفه ماسك الخط قبل يومين مستن كان تبنشر فيني السياره شخص بطيمين ادور الجيك مو موجود ادور الليور مو موجود كان افرش وانام اخوي ضاري يعني الحين انت كذي عادي نمت يعني ولا مجهز نفسك ولا متوقع انك بتنام انت ما خفت يطلع لك سنيك ولا خنفوسه
خنفوسه؟ هذه انا ما اخاف لا من الخنفوسه ويطلع لي حيه ما اخاف منها اصلا. خالد رفيجك هذا ترى يبي له ابديت تو ماتش، اللي قاعد يقوله تو ماتش اوفر. بسم الله. بالعافيه بالعافيه. اقول لك الحين ابلش بشنو اتوهق مع ابوك يا معود، يعني شو قاعد يطالعوني؟ اول شيء بلش بالخضره بعدين البيض. انت شي عندكم؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عاد انا اموت على العنب الاحمر. لا نسيت نسيت بلش بالبيض بعدين. يعني بيض ولا لا؟ بيض. لحظة. في ملح شيء؟ ما دام كليت فواكه كمل فواكه. ذبحتني خليني اطلع راسي. اخضاري لو سمحت. نعم. لو سمحت اخضاري. نعم. في موجود السكينه والقفشه والملعقه. لا لا ما احتاج ما احتاج. احتاج انا عندي ايدي عمي. استمتع ماكل بيدي اقسم بالله ما ادري شنو. اعتبرها صلصه. بالاتيكيت يا اخضاري انك تاكل بسكينه وعندك صحن. عادي وهذا ياكل الطيور حيه عادي. شيء لا يوصف والله يا عمي. يعني الحين شنو قاعد اكل مأدبة. زين قصص قصص الموزه اخضاري بس بيدي اقصها بيدي اخاف. احلى شيء عندي. ما في عنب ثاني؟ ايش كنا في اسود؟ ذاك زيتون. تاكل ايفون عادي؟ ها شو تسمونها؟ فقعت. ترى بديت اتنرفز انا يا اخي والله انا بديت اقتنع انا بقوم اكسر التلفزيون عليهم لا والله بديت اقتنع والله كلامهم صحيح اي صحيح من صدقك انت يا اخي شوف الذرابه شوف الذرابه وين الذرابه عطني مثال شفته الحين يدل على ان هذين اسره ذربه يابا واكل حق الريال وضيفوه وشغل عدل هذه مواجيب مو اتيكيت اتيكيت ما له علاقه باللي قلته لا دام معاهم اكل انا بشترك معاهم هذا شنو هي منظمه ولا جمعيه ولا شنو هي اتيكيت اسلوب شلون؟ اسلوب اسلوب عادي عادي آه. اسلوب اتيكيت اوكي يعني اذا بتضبط واحد اتكلمها اتيكيت لا 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 ايوه شلون يعني انت معاك تقول اسلوب انت قاعد طالع مقتنع مقتنع غلط مقتنع فيهم يا اخي والله لا انا مع تبي صدق انا مع الثاني اي واحد عصام كريكه ايوه هذا اللي قرابط جيشي اي بربطه هذا هذا واقعي صراحه شلون؟ شوف شو اكل اكل مجسمين بيض وموز صحة لا يا أخي لا 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 أنا مع هذاك الطرفي ببدلة منو؟ هذا أكثر أنت عاجبك هذا من أول حلقة إيه مقتنع فيه أنا ليش؟ يعني شو اللي خلاك تمشي وراه؟ أحسهم صح هو الوحيد صح؟ أي والبازي أحس الأتيكيت صح أنا أتيكيت يجيب لك بيض مع موز فواكه موز شنو بيض بروتين أنا أحب بروتي. البيض والموز فبشترك معاهم إيه لا أنت مع الهيليقي المفروض يعني لا صح. أنا مع هم اللي أبوا اللي ضيفه وأنا معاهم أنا أقول يا تغير الحلقة يا أنا ترى هالمكان بعد ما نطابه كلش ليش ببيع الأثاث ببيع الشغل كله لا من يدفع جار من هالحلقة هذه لا يا أخوي من يدفع جار يا أخوي ما عليك تدبر ما إيه لا لا أنا مع هذاك أنا معاهم أنا بسير أتيكيت حجاب تكمل علم صدقك أنت أي والله شو ترى سلايس حلو بالشوكو ستشينة تأكل سلايس إيه باحي تعال ها السمك شلون ينوكل بشوكو ستشينة ينوكل بشوكو ستشينة شلون السمك ما ينوكل أمباله شلون سلمون يعني نقيت لي الشيء اللي ما حد ياكله؟ حبيبي بدعمك ما تعرف اوكي بسكت. تعال السلمون ايه؟ شنو طعمه؟ لذيذ لا 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 الاكل يعني شنو طعمه؟ مو لذيذ مو حلو شنو هو؟ دياي لحم لا سلمون ادري سلمون ادري انه سلمون ايه بس اوه تعال شوف شوف تكفى شوف خلينا نكمل الحلقه تكفى سمعيني هيا حبيبتي ابو محمود جارنا كلمني علشان بيخطبك حق ولده محمود على سنة الله ورسوله ما أدري با شور شورك يس أبينيو يو أبينيو يا بابا هيا يا بنتي الريال طيب وما شاء الله عليه مهندس وكله بالمسجد بعدين يا بنت الحلال الدنيا تركض خلينا نشوف عيالك إن شاء الله لا لا بليز بابي إلا محمود أنا عندي اعتراض عليه ليش يا يبا إيش فيه محمود في شيء؟ تخيل يبا ما يغسل سيارته كلش وقايل حق كومار لا تغسل سيارتي إلا مرة بالأسبوع مرة بالويك يبا ترضاها علي؟ والله بصراحة يا بنتي ما يرضيني أنا مصدوم من شوك شنو عمي هو مصدوم أصلا أنا ما غسل سيارتي خير شر إلا صار غبار شيء أغسلها
شو اروح ادفع حق الغسالة 5 دنانير؟ تعرف 5 دنانير شو اسوي فيها يا عمي؟ خالد لا 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 لا. بعدين انا شايفه بعيني ما حد قال لي يحلق فرع الجمعيه. قصه لا 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 لا، هذا الحلاق هذا نفس المشر، نفس الماكينه، نفس المواس، حتى الفوطه يستعملها حق كل الكاستمرز. لا لا هذا مو زين، هذا لا تحوله مو زين. نو يبا نو، جيم اوفر. وايد وايد اللي قاعد اسمعه اوفر اوفر. يعني محمود لما يروح الحلاق ما ياخذ معاه ادوات الحلاقه الخاصه فيه؟ لا يبا، تبي الصج؟ هذا زواج مو لعبه عيال. ثاني شيء اختي هي مو لاقينها بالشارع. لا دادي بصراحه يعني قول له بالمره يطلع من الفريج محمود، مستحيل اللي قاعد يصير. انا شفته برا بعيوني ياكل برد بيده. نو ماميتا سينيوريتا نو نو. اوه بابي وزيدك من الشعر بيت، لما كان ياكل برد قبلها بدقيقتين مصلح بنجة. خلاص خلاص إناف، حاشتني قشعرورة. أكانت ميتو ميتو، أنا لازم أقوم أتسبح بماء بارد ما أقدر. يس وراها هات باتس وساتوزي. يلا ليتس جو. بليز نو، جيم أوفر، الموضوع كبير. خلاص طحالب. اولا لا شنو اولا لا شنو؟ اتكيت لازم ما تحط حلجك على هذا. مغسول هذا مو مغسول، هذا مطهر. لا ما اشترى هذا مطهر ولا مطهر، ما ادري اشترى. لازم من برا برا تشرب. زين حط عود، حط عود. ما في شيء. يلا عاد قمص اطلع هذا. يلا ودي اصير واحد من عيالهم عزيز. ما يصير ما يصير نهائي. هاي له ذربه. وين ذربه؟ هذا لو اشوف ما راح اكسرهم. اعطيهم هذه بالكوع. والله حلوين عزيز. والله حلوين. واذا حلق صار الفرع شنو يعني؟ لا نو شنو نو؟ لا ما راح احلق من اليوم ورايح خلاص. الله نسيت شنو؟ كنت تحلق بقزازة شوف عيني. لا عزيز قبل هذا، قبل أشوف هالحلقة أنا تأثرت. تأثرت؟ إيه ليش أقول لك الإعلام يأثر؟ يعني هذين اللي يأثرون فيك. غير سلوكك الإعلامي كل عزيز. اللي طاف ما أثر، هذا اللي بيأثر هذا أثر فيني عزيز، أثر فيني. من صدقك أنت؟ حبيت أبو بدلة. أنت مبارك اللي كنت تقرض أظافرك وحلجك. قبل هذا يوم كنت مسجون، الحين انا شفت هذه حبيته. اضاف الريلك تحوش كاس العالم اول كاهو لهنا. يا عزيز يا عزيز خلني خلني عزيز، انا قايل بتغير. انزين الحين انا عندي سؤال بعيد عن الحلقه. ايه هذيله. ايه ليش ويوهم هناك؟ ما ادري، يمكن شايفين شيء احنا مو شايفينه ولا شيء. انت في شيء براسك ولا ما سالت؟ ليش سائل؟ ابشرك يا سالم الحال سالم بفضل ربي والنوايا السليمه، العمر فسحه والليالي غنايم، والعافيه يا سالم اكبر غنيمه. انا وايد احب السدياي. اوه يامي يامي تو ماي تامي. هيونه شنو بتسوي بس دياي؟ خلاص اوكي، ترى التويتيه مالتك اللي تلعبين معاها برا الدياية ترى انا ذبحتها. الله يرحمها يومها كانت خوش دياية. ماتت ذبحتها. لا يبكي انا قلبي واجد رهيب. بالنسبه للدياية اللي هي تويتي، شنو الجدول الغذائي مالها علشان قبل ما ناكلها لازم نعرف؟ الجدول الغذائي بابي من الساعة 9 لـ 9:05 سويدي، من 10 لـ 10:30 سويمنج بول، من 11 لـ 12 كرواسان. الكرواسو كان كامل الدسم ولا قليل الدسم ولا كثير الدهن؟ كان كامل الدسم بس قليل الأدب. هذا غلط، وكلتوا الدياية كامل الدسم. الكوليسترول مالها عالي، شلون ناكل دياية فيها كوليسترول؟ لازم أول شيء تاخذون الدياية
تودونها الممشى تمشونها ساعتين ثلاث ساعات عشان تخف ويطيح الدهن مالها عشان لما ناكل أكل صحي يا خالد. خلت حيالي هالتويتي هذا مسكين مسكين عذبتوه خليته التويتي يدخل في حالة نفسية لا يرثى لها أكيد جلده ترهل. Rest in peace تويتي.